الرجل في سيرته الذاتية، يعني أنا دائما أقول يعني أقرب إلى المتسوسة بما معناها بلا في الكلمة من معنى، يعني شخصية طاهرة وبريئة وصادقة جدا، لكنها محدودة تماما، يعني تكوين قانوني شكلاني سايح بدون تجربة سياسية، جناب الكلمات ككل الشعبويين في العالم، يعني كلمات الجمل السهلة، يعني اللي يقول الشريعة واللي يقول الشعب يريد هي بيدا، يعني جمل سهلة وبسيطة تخاطب الغرائز وتخاطب العواطف أكثر. لما اختبر في الممارسة الرجل عقوبة ربي، يعني محدود جدا، نفس الديسك خوك عروبي يعشق اللغة العربية، عندما أسمع الرئيس أكره اللغة العربية وأحن إلى اللهجة التونسية، وبالتالي محدود تورطنا فيه. لماذا لنا خيرنا بين مفيوزي فضيحة قدام العالم وبين شخصية طاهرة وكذا، لكن محدود لا ستاف لا مستشارين ولا جاب 4 ولا 5 زملاء يقروا معاه، يعني تقريبا لولا الدستور عندما تسمع خطاباته وترى معمر القدافي معناها بتلك العنتريات وكذا، الحمد لله تم يعني دستور تم جيش جمهوري بلغها علنا، ما عادش تحكي لنا في السياسه من فضلك وكذا ومنا، لكن نصبر على هذا الامر لمحطاتك، لانما تعالي هدوا بالدبابه واعملوا زي فارغ الدبابه تاخذ كل كرتوزه ما عادش تقدر تبسطها معناها، وبالتالي يجب ان يلتزم بالدستور.